سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم انا كنشارك معكم الاجواء ديال المغرب، ما كتكتبوا لي في الفيديو انا اللي بقيت شارك معنا اي حاجه. يعني انا كنشارك معكم ابسط الحوايج. خليكم معايا ان شاء الله، غادي نديكم معايا لواحد الساحه هنا كاينه في الفقيه بن صالح. جيت العماله كتعمر يعني اللي عندها كالوليدات وما كتعرفش يعني فين تخرجهم صراحه. يعني كيديروا يعني ولاو معمرين، هادرين على الالعاب ديال الدراري الصغار. كاين يعني اللي بغات تطلع هكا وليداتك في الجمال فداك العود ديال البوني داك القصار، وهاد البنات شوفوا الاحياء الشعبيه باش الزوينه يعني كتكوني في دارك حتى كيدوز مول البصله. لك كانت خاصك البصله مون جافي الخضره، يعني كيدوز من حتى الباب ديال الدار، ما تحتاجيش كاع تهزي طوموبيلتك ولا تمشي تقدي. وهذا الشيء اللي كاين. المهم هانتوما معايا هذه هي الساحه البنات اللي قلت لكم عليها. هانتوما راه كبيره تبارك الله، وفيها بزاف الالعاب ديال الدراري الصغار اللي ما عرفاتش فين تخرج وليداتها هنا في الفقيه بن صالح. هانتوما كاينه الطوموبيلات، الجمل ها هو غتركب عليني جبنتي حتى هي سقاتني عليه، كاين البوني، كاينين بزاف ديال الالعاب. المهم هانتوما غادي تشوفوا معايا كل شيء هنا في الفيديو. عدك عدك Thank you.
هادي العمالة قايب صالح الناس شوفي انا كي داير 10 ايام العام كتبان شويه ناقصه الحراره بعد كيخرج ذهب وانا خديت لكم بعض لقطات ديال الناس كيشطحوا مع الشهره كنا غادي نهاكم الزنقه حتى تلاقينا بهم وشديت لكم واحد المقطع هنا هذيك داك لا لا والله لا هادو مالي مهورينا والله.